السلام عليكم وصحاعتكم، مرحبا بكم في قناتي. وصفة اليوم هي وصفة تاع كاطو اللي ما يطيبش، ما نحتاجوش الفرن ولا الزبدة ولا الفارينة. رايحين نحتاجو مكونين فقط، اللي هو جوز الهند، 400 غرام من جوز الهند، ونزيدو له النيسلي، حليب نيسلي اللي هو الحليب المركز، باش نلمو لاباط. وفي الداخل رايحين نحطو حبة نوازيت. دونك هذا كاطو بزاف شباب، خفيف، سهل التحضير، ما با ما يديلكش الوقت بزاف. كان من بين الحلويات اللي وجدتهم للعيد، فريمون جا شباب. بالنسبه للتزيين كل واحد واش يبغي يزينه. التحضير تاعه راهو كما تشوفوا ساهل. دونك هذاك النيسلي تخلطوه مع الكوكو، تتحصلوا على كما نقولوا لاباط ما هي جاريه، ما هي ناشفه، كي تقعدوا ديروا تشكلوا كويرات. ومن بعد تحطوا الحبه تاع النوازيت لداخل، ومن جهه تكونوا ذوبتوا الشوكولا، وتحطوا هاد الحبه اللي توجدوها في الشوكولا، وتخلوها ديروا التزيين تاعكم. تبغوا ديروا شنجلان، تبغوا ديروا كما انا استعمل هذوك الحلويات الملونه. انتوما واش تبغوا تبدلوا تاني لا كولور تاع الشوكولا، تبغوا تستعملوا شوكولا بلون. المهم هذا كاطو ساهل بزاف ديروه، ومام الشكل تاعها هكا بريزونطابل اي تو. نتمنى الوصفه تاع اليوم تعجبكم، وما تنسوليش مشاهدي الكرام تخلوا لي تعليق، واي حاجه هكا ما عجبتكمش في الفيديو تاعي مادا بيا تخلوا لي تعليقات باش نمد لكم الاحسن ان شاء الله. ونتلاقاو في وصفه اخرى.